يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا الحوارية الثالثة لهذا اليوم اللي اخترناها للحديث عن الفن التشكيلي. رح نحكي عن تجربة اليوم بالفن التشكيلي مع الشعر، كمان مع الشاعر والفنان التشكيلي حسين صقور، وحضرتك أيضا ناقد بمجال الفن التشكيلي. بدنا لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، صباح الوطن، صباح اللاذقية، البحر والسحر، صباح السادة المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اليوم بدنا نحكي اكثر عن الفن التشكيلي، ونحكي عن دافعك لهذا الفن اللي جسد يعني الابداع بلوحات كثير فنيه كثير مهمه ولاقت فعلا صدى واعجاب. خلينا نحكي اكثر بهذا الموضوع. يعني تقصدين الدوافع والروافع اللي خلتنا نختار هالدرب وهالطريق، طريق الفن التشكيلي. طبعا انا من فتره كان عندي محاضره بجمعيه عشتار، دروب الإبداع، الدوافع والروافع. يعني دائما أنا عندي إيمان مطلق بأن الإنسان ما هو وليد اللحظة، وأنه هو من موروث الآباء والأجداد، وأنه في أثر دائما لصور الذاكرة بتدفعه لاختيار هذا الطريق. نحن اللحظة اللي عايشينها مؤسس لها منذ لحظة الولادة. فيني شبه احيانا هالدوافع والروافع مثل الضغط الجوي، الهواء اللي دائما الضغط والحراره والجوي بيعمل هواء وبيعمل رياح عاتيه وبيعمل عواصف. ايضا بعض الضغوط الحياتيه وبعض الاشياء والصور الذاكره اللي بتمر بالانسان بتخليه يحدد دربه ويختار الطريق اللي بده اياه. واستشهدت ببعض العظماء، وما اذا بدي احكي عن نفسي هلا، فمن صور الذاكره عندي بطفولتي يعني وبسن الروضه بعض الالوان اللي شفتها واللي ما كانت بحوزتي واللي عرضيتها الانسه لا زالت بذاكرتي. رسمي لاخي بسن كان بسن الثالثه او بالصف الثالث بدون ما يشعر. لما دخلت المدرسة طبعا وصرت أرسم، دائما في تحفيز من قبل الأساتذة، من قبل الزملاء، وبالإضافة لزملاء الدرب. أنا من حظي أنه بعض زملاء الدرب الفنانين التقينا بمركز فنون، ولما كبرنا وصرنا شباب صار من أصدقائي فنانين هلا حاليا موجودين، منهم بإيطاليا منهم بفرنسا، فنانين عالميين ولازلت أتواصل معهم. يعني كثير حلو. هلا لكل فنان في مصدر إلهام، مصدر بيخليه دائما يقول هلا أنا بدي أرسم، أو بهيدا اللحظة حابب أرسم هذا الشيء الفلاني. خلينا نحكي الواقع أو الخيال أكثر بيشجعك على الرسم. لا تقلك المصدر الإلهام الواقع أو الخيال. الطفل بيبلش يرسم من خياله، الطفل يرسم ما يعرف لا ما يرى. بمرحلة معينة من العمر بيصير في اتجاه إلى حد ما مرحلة المراهقة اتجاه أكاديمي، بيصير في عشق للواقع، فبيصير يرسم من الواقع وجوه، بورتريه، طبيعة بيرسمها بهالطريقة هاي، فبيتمكن منها. فإما يعود طفل ويصبح فنان بيجرب، طبعا الفنان بيكون له خصوصيته وشيء خاص بيميزه، يعني عم بيجرب عم بيشتغل له بصمته الخاصة بالتكنيك، بيصير عنده تمكن انه يلعب بالشكل. طبعا الفن التشكيلي اللي هو دائما بعض اللي بيخطئوا فيه انه شو الفن التشكيلي. انا في بتذكر طفل عم بيرسم رسمه بعدين خربشه قال لي هي تشكيلي. فالفن التشكيلي هو كلمه تشكيلي لتمييزه عن فن التمثيل، عن فن هو ماخوذه من الشكل. انا صار عندي قدره العب بالشكل، حور بسط، صار عندي قدره ادخل تكنيك، اعمل شيء جديد مختلف عالميا. فهون وصلت لانا اني اكون فنان مبدع لي بصمتي الخاصه، وبتكسب قيمه اللوحه من انه الى فرادتها ما حدا بالعالم كله قادر يعملها غير الفنان نفسه، لان هي بصمته الخاصه وخصوصيته، يعني صعب تتقلد. فهي الفرق بين فنان ورسام. الرسام بيضل اسير
الموضوع وأسير الأفكار، أسير الشيء يرسمه. يعني كأنه بيض بعض طباعة، أسير الموضوع اللي عم بيرسمه، الوجه اللي عم بيرسمه. أما الفنان فقادر على الإبداع، قادر على أعطاء شيء جديد مختلف، شيء له قيمته الأثرية لاحقا، شيء لا يمكن يضمه غير متحف لأنه قيمة وطنية كبيرة وكبيرة جدا. طيب لنحكي أكثر عن أكثر المواضيع اللي بتجسدها بلوحاتك أستاذ حسين، خبرنا عنها أكثر. أنا مريت بتجربة، بدنا نحكي عن مريت بعدة مراحل وتجارب. يعني بداية كنت أرسم، أول معرض إلي كان بالمتحف الوطني، أنشودة حب كان بأشكال شاقولية. بعدين اشتغلت معرض بالمركز الثقافي أو المسرح القديم، ومن خلاله تعرفنا على الأستاذ فريد رسلان ورئيس اتحاد الفنانين، ودعانا للانتساب للاتحاد وعملنا معرض دموع آدم. دموع آدم كان بيسيطر فيه الخط. بعد دموع آدم كان في معرض أغاني التراب. أغاني التراب فيها استعملت فيها مادة الرمل والتراب، وهي كخامة أساسية في تشكيل لوحتي. بعدين الفينيق الأحمر، يعني صار يغلب طابع الأرجواني على لوحاتي اللون الأحمر، وكان دائما موضوعي كشكل الأنثى. وإلى الآن صرت ألعب على هذا الموضوع واشتغل عليه، يعني من ذاتي ما بين الواقع والخيال، اللي حورت بالموضوع وشكل توسط الأنثى لمراحل يعني متطورة. وصار الشغل يعني إذا بدك تتبعي لأسلوب ممكن يكون تعبيري تجريبي في بصمة خاصة. كثير حلو. إذا بدنا نحكي عن النقد ودوره بتطوير الفن التشكيلي، قدام بيلعب دور بإحياء هذا الفن وتطويره؟ الحقيقة أن هون إلى النقد أكيد دور كبير بتطوير العمل التشكيلي. يعني أنا كعضو مكتب تنفيذي ورئيس مكتب المعارض كنت بعدة نشاطات جماعية للفنانين، من واكتبت بالنقد يعني يمكن عن حوالي أكثر من 100 فنان، وفي حاليا إلي كتاب بوزارة الثقافة سيطبع، كتب مقدمته الفنان أنور رحبي. فالنقد التشكيلي يعني دائما كان في عندي انه في قصور، لازم اي معرض يترافق مع جلسات وندوات نقديه. جلسات وندوات نقديه يعني منا في انعكاس وفائده للفنان وفي نشر للفن، لان الفن السوري متميز جدا، والفنانين صراحه المبدعين موجودين في كل مكان، بس حقيقة التقصير من المؤسسات، من الجهات الراعية، من الجهات القادرة على استثمار الفنان، من الجهات القادرة على استثمار الفنان. النقد التشكيلي قادر على نشر الفن، فن الفن السوري المميز قادر على نشره عالميا. اللوحات الفنية تباع بالدولار، فإذا كان الفن السوري هون ممكن نحن نلاقي له نافذة ومنفذ للخارج، إذا كان في مستثمرين يعني يستثمروا بهالاتجاه بيكون شيء رابح كثير يعني. فأعتقد وسعيت كثيرا أني يكون دائما المعارض كلها يكون مرافقة لندوات تشكيلية، مرافقة لمحاضرات، وأنا عملت بهالشيء. بس كمان دائما يعني أتمنى التعاون أكثر مع كل الجهات، بحيث نحن نعمل معرض متكامل في نقد موجه للفنانين تشكيلي، نقد لإضافة شريحة أكبر يعني وتعريفهم بالفن، منشان توسيع دائرة الفن، يصير في المهتمين بالفن من المستثمرين، من الناس العاديين. يعني دائما فن نخبوي ما ليصالحنا يكون فن نخبوي، يكون فن منتشر حتى بين العامة. صحيح. يصير الشعبي أكثر كمان. تمام. حضرتك جمعت بين الفن الأدبي كشاعر وكفنان تشكيلي، قديه هدول الاثنين بيكملوا بعض؟ كان يمكن
إلى حد ما خبرنا الشعر قد ايه أثر على الفن التشكيلي وعلى لوحاتك وعلى رسوماتك وأيضا العكس. الشعر يعني الحقيقة أنا بدأت كفنان تشكيلي، بس أكيد جذور الشعر والكتابة كمان من طفولتي، لأن أذكر لما كنت أشتغل بالمحلات وأعمل فيها كنت أكتب مذكراتي ونسيتها، ولما قرأت يعني شعرت شوي بالإحراج أني قرأت مذكراتي لما تركت العمل. يمكن أنا بطبيعتي شخص متأمل حالم، لما بمشي بيني وبين نفسي دائما في أفكار، في صور بذاكرتي، هالصور ممكن تتحول للشعر، ممكن تتحول لرسم. فالعلاقة بتأثير أحدهما بالآخر، أكيد الحب هو المحرك الأساسي بالشعر تحديدا، هو ملهم كثير بالشعر، يعني تجارب الحب اللي بيعيش الإنسان وغيرها، واللي بتنعكس لحب العالم، لحب الأشياء كل ما من حوله، الأشجار، الطبيعة، كل من حوله، هي اللي بتخليه يكتب الشعر. فأيهما أثر بالآخر، الشعر أم هي؟ ممكن أنا تشوفي أنه ممكن الأشعار يكون فيها وصف صوري، يعني ما بعرف إذا في إمكانية بذكر مثلا تفضل. وصف صوري إلى علاقة بال، إذا بذاكرتي مثلا تعبرني هضاب سهول ووديان، تعبرني الطريق وأشجار النخيل المسافرة إلى مفاصل الزمن، يعبرني التاريخ أرصفة تتعالى على أكتاف البؤس والشقاء، يسقيها العرق والدم، تغذيها الدماء والأبرياء، وفي لحظات يعبرني صوتك القرمزي. رح اكتفي هيك تماما، يعني هي صور تماما، هي صور صحيح، فيك تشبهيها بصور في بعض الاشياء، رموز يعني، حتى الاشعار ما انا بذاكرتي رموز بالنهايه. انا اتغزل مع اللوحه، البدايه تبدا اني انا اتغزل بانثى، تقطع اني انا امام لوحه، اللوحه هي انثى. كثير حلو. هون يمكن توقع مسؤولية كثير كبيرة كونه شاعر وفنان على الشعراء والفنانين بتجسيد الواقع كما هو، يعني مرينا بكثير ظروف صعبة، خلينا نحكي عن دور الفنانين والشعراء بتوثيق هيدا اللحظات، كمان توجيه الرأي العام يمكن حتى للشيء الصحيح والصواب. يعني كيف توثيق اللحظات الفنية؟ لا، توثيق اللحظات المعاشة خلال، يعني هون عم نحكي عن واجب وطني بقى صار للفنان. أيوة، الشخص اللي بيكون عم بيشتغل بهذا المجال. على الفن التسجيلي، الفن التسجيلي هو رسم تسجيل للحظات. دائما الفن بكافة أشكاله هو قيمة وطنية، والفن أو أنت عم تحكي عن الفن الملتزم، عم نحكي عن الفن الواقعي اللي بيوصف الحالة اللي بيكون عم بيمر فيها المجتمع بشكل عام، دائما بتجذبه الأشياء اللي ممكن هو بحسها قريبة عليه، قريبة على الواقع اللي عم بيعيشه، إن كان حرب ولا سلم ولا كان أي شيء ممكن عم بيعيشه، فهو بتجذبه هيدا الأشياء. ممكن تكون مسؤولية على الفنان بهيدا الفترة إنه يجسد دائما الواقع بشكل أو بآخر. الفنان يتأثر ويعكس هذا التأثير بأسلوبه وفق مفهومه للفن المحض، وفق تطور الحالة الفنية العالمية. يعني أنا ما دائما فيني يكون فنان بموضوع شاعري وموضوع واضح، لأن أنا بالنسبة لي الفن يختلف عن الشعر. الفن الشاعر شوي ممكن يكون بعض المراهقين الشباب بيرسموا بطريقة شاعرية بسيطة مكشوفة صارت ومعروفة للكل. لأي شيء أنا عم تأثر وأثر بالمحيط. يعني يمكن هلا من فترة الحوادث اللي صارت العلاقة ببعض الغرق، تأثر فسكتشات عم برسمها، فظهر فيها باللا شعور، ظهر فيها شيء من عالمي الداخلي، من حزني تحولت اليد، الكف
تحولت لطير او لشيء يطلب النجده، الرموز تشير بشكل غير مباشر الى زورق، الى ناس عم تطلب، عم تستنجد، عم تطلب نجده. بالاضافه رسمت مواضيع كثيره بهالاتجاه هذا مختلفه، فباسلوبي الخاص باسلوبي التعبيري انا عم دل. هالاسلوب التعبيري يحتاج الى جمهور يترقى لقراءته، ما فينا نقرا الاشياء دائما بشكل غير بشكل مباشر صارت واضحه وما نكون عم نتابع تطور الحاله الفنيه العالميه. صحيح. التطور الفني العالمي له خصوصيته، لازم يكون لي بصمتي الخاصه اللي بتميزني عالميا عن كل الفنانين، والا انا بضل كبلد عم براوح بمكاني. والفن بكافه اشكاله هو انعكاس لحضاره البلد، وهو عمل وطني بحد ذاته، والمتحف هو اهم مكان لنا. وانا كنت ادعو اتمنى انه بكل محافظه يكون في متحف وتقتنى فيه على القليل عمل لكل فنان، بس عمل دون بعض الاشكاليات اللي بتصير بالواقع الحالي بالفنانين الشيلانيه وشي، انه يصير لا يكون فقط للعمل الفني الحامل قيمه ومعاصر هو اللي اخذ مكانه تماما. صحيح. بالمكتب تمام. يعني دائما كنت اسعى كعضو مكتب تنفيذي اني اربط بين الجيل القديم والجيل الجديد، لان مع الحقيقه مع الاسف هالشيء لمسته كثير بانه يعني يمكن هون كمان بتجسد دورك ايضا. يعني عم تذكر حضرتك يعني عن الفن التشكيلي وقد ايه مهم، ودورك كناقد للفن التشكيلي، وخاصه نحن عم نلاقي كثير معارض عم يكون فيها شباب، يعني يمكن يكونوا هواة، ممكن يكونوا محترفين بالفن التشكيلي، قد ايه هذا النقد عم بيكون بناء وعم يكون فعلا عم يطور العمل الفني؟ خلينا نقول اكيد يسهم في تطوير الفنان، زياده ثقته بنفسه، تعزيز ثقة بحاجة الفنان تينحكى عنه. ودائما ما لازم يكون موجه غير للعمل الجدي، مو للفنان الاسم، لأنه فنان اسم. والحقيقة هي مشكلة بنعاني منها. أنا عملت معارض، معرض تكريمي لفنان شاب توفي بظروف صعبة جدا، فداء منصور، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، جمعية العاديات. وعملت معرض تكريمي كمان لفنانة مخضرمة كمان هلأ هي بدار العجزة، الفنانة المعروفة ليلى نصير. بس نحن دائما لازم نربط بين الجيل القديم والجيل الجديد، في عنا مبدعين، وإلا ما لازم يضل يعني يعني لازم يكون في تطور أكثر. يمكن التعاون ما اللي تتعود انه يكون هو بالمكان، لا، في غيره عنده حماس وطاقه للعمل، يترك له المجال يشتغل، والا هيك ما بيتطور البلد. فعندنا هالاشكالات اللي احيانا بتحسي انه كانه في هذا بده يوقف. ان شاء الله نتجاوز يعني هالاشكالات، ويكون دائما كل شخص اخذ حقه بعمله وما باي شيء ثاني. بدنا نشكرك الفنان التشكيلي والشاعر حسين صقور، نورت صباحنا لهيدا اليوم. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيكي، كل الشكر لكم، وارجو اني اكون قدمت شيء، حكينا عن شيء كويس وشيء مفيد وشيء ما يزعل حدا. وان شاء الله خير، واتمنى ايضا كمان، لان انا مالي زمان عامل عمليه، يكون صوتي واصل بالشكل السليم. يعني تمام، الحمد لله على السلامه. شكرا لحضرتك ويسعد صباحك.